اهلا بيكم معانا احباء ميدليرن في كل مكان، معاكم الدكتور طارق عبد الحميد، وانا هبدا دلوقتي اول موضوع في الاي كي جي ترينر اللي هو تريننج على الاي سي جي او الاي كي جي، هاند اون هاند زي ما بيقولوا، يعني ابقى معاكم في ايه في خطوات، لان الواحد بعد ما بيخلص الاي سي جي او بيشوف بيجي يواجه الاي سي جيات الحقيقيه بيجي له ايه صدمه كده اهو، فاحنا عاوزين ايه نقلل الصدمه دي ايه ونشوف ايه الاي سي جي بطريقه بسيطه. هنبدا دلوقتي بكيس نمبر 1، واحب هنا اقول لكم لو النظره العامه الواحد بص كده على اي سي جي بالمنظر ده، كتير من الناس مش كلهم طبعا بس كتير بيجي له خضه، ايه ايه المشكله هنا في ايه؟ لو هنحلل، انا هنا بركز على الحاجات الدياجنوستيك بوينتس الرئيسيه، يعني مثلا هنيجي نبص مثلا على المنطقه ايه دهيت كده، دي بتحدد لي ببساطه شديده ليد تو الريذم ده جاي من الاس اي نود ولا جاي من الاي في نود ولا شكله ايه بالظبط. يعني لو هو جاي من الاس اي نود بيبقى نورمال بي ويف شكلها لان ماشيه في الاتريام طبيعي، لو جاي من الاتريا في مكان اخر يبقى ديستورتد بي، لو من الاي في نود ماشي بالمقلوبه يبقى انفرتد بي مثلا، كل دي احتمالات. هنا لما اجي ابص على المنظر ده الاقي البي هنا اهي فوق النقطه دهيت اهي، والبي هنا اهوت برضه اهي، وادي البي ويف ها زي الفل واضحه قبل كل كيو ار اس، وشكلها الكونتور بتاعها طبيعي، فده تيبيكال ايه نورمال ساينثريزم، دي ايه نمره واحد. لكن مش معنى ان نورمال ساينثريزم ما فيش مشكله، ده في مش مشاكل هنا عند العيان. تعالوا نشوف المشكله الثانيه. المشكله الثانيه اهو بصوا لي على المربعين دول والدايرتين ايه دول، هنا اهوت انا عندي المفروض في ليد 1 وليد 3 دول ها الكيو ار اس يبقى اتجاههم البريدوميننتلي لفوق في نفس الاتجاه، ده الوضع الطبيعي. قلنا لو مقابلين بعض بيبقى رايت اكسس ديفيشن، زعلانين من بعض بيبعدوا عن بعض تبقى ايه ليفت اكسس ايه ديفيشن. هنا هو دي ادي الكيو ار اس طلع لفوق اتجاهها الرئيسي، انا هو في ليد 1، وهنا هو اتجاهها الرئيسي ايه نازله لتحت، الدايركشن بتاعها ايه لتحت، يعني دي نازله كده ودي ماشيه ايه ودي اتجاهها العكس تماما، يعني ده تيبيكال ايه ليفت اكسس ايه ديفيشن. يعني يبقى انا عندي هنا اهوت بدايه كده بدات اشك في حاجه، هو في ايه ليه اكستريم ليفت اكسس ديفيشن كده في ليد 1 وليد 3 الكيو ار اس اتجاهاتهم بايه بيبعدوا عن بعض، قلنا بنصالح باليمين يتخاصم بالشمال لو تفتكروا، دي ليفت اكسس ديفيشن. طبعا في مور اكيوريت كالكيوليشن للاكسس ايه معمول في ليفل 3 بتاع الاي سي جي، ده موضوع ايه تاني مش في اللحظه دي هنقدر يعني ندخل في تفاصيله. في كيسز جايه له ليتر. يبقى انا عندي الى الان عندي اهو شايف نورمال ساينس ريزم البي ويف زي الفل قبل الكيو ار اس، اهي الكونتور بتاعها جميل جدا اهو. عندي هنا الاتجاهات الكيو ار اس طالعه لفوق هنا نازله اتجاهها لتحت هنا، ففي ليفت اكسس ديفيشن جامد. لما يبقى في اكستريم ليفت اكسس ديفيشن كده من غير يعني كده لوحده كده اكستريم بالمنظر ده بيخليني اشك في وجود حاجه اسمها ليفت انتيريور هيمي بلوك. في البندل بتنقسم ليفت بندل لانتيريور وبوستيريور، ليفت انتيريور هيمي بلوك ده بيعمل اكستريم ليفت اكسس ديفيشن، فهنا الحاله كان فيها نورمال ساينسيزم ومعاه اكستريم ها ليفت ايه اكسس ايه ديفيشن زي الايه ال بسبب ليفت انتيريور ايه سوري ليفت انتيريور هيمي بلوك. طيب الحاجه الثالثه بقى ايه سبب البلوك اللي حاصل ده، ايه اللي ضرب لي الليفت انتيريور اللي عامل ليفت انتيريور هيمي بلوك اللي مؤدي الليفت اكسس ديفيشن زي ما قلنا، ان حاصل حاجه واضحه قوي هنا لو تبصوا على المنظر ده تيبيكالي ايه الاس تي سيجمنت شايفينها اهي اليفيتد 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 ده في كل الانتيريور ايه ليدز بوضوح اليفيشن ايه وكونفكس بتاعت الايه الاكيوت مايوكارديال ايه انفاركشن. يعني اذا هنا الحاله ولو ظاهريا في ليد 2 بصينا عليه ده نورمال ساينس ريزم اهو بي ويف وراك يور اس والكونتور زي الفل بتاع البي سليمه، ولكن لقينا ليفت اكسس ديفيشن جامد شخصنا منه ليفت انتيريور هيمي بلوك، واذا عرف السبب بطل العجب، دورنا شويه بصينا لقينا ادي في الانتيريور شيست ليد ها 2 و3 و4 الانتيريور شيست ليد دول كلهم فيهم ايه اليفيتد ايه اس تي سيجن بتاع اكيوت مايوكارديال ايه انفاركشن. يبقى انا الكيس هنا اهوت لما اجي اشوفها هنا اهوت ها
كبصة أخيرة، ها هم ثلاث حاجات رئيسية فيها نورمال ساينس ريزم وليفت انتيرير هيمي بلوك، وشفناه بالاكستريم ليفت اكسس ديفيشن، وعندي ليد 3 و4 و5 شوينج اليفيتد اس تي سيجمنت بسبب كان ايه اكيوت مايوكارديال انفاركشن. فهنا اهوت لما بنشوف حاله زي كده مع بعضينا، ها بنقدر ايه ناخدها سيستماتيك كده ستيبس. طبعا انا مش واخد كل النقط على السي، بس بركز هنا في سريعا على ازاي ابص ايه على الليجنز الرئيسيه والحاجات الابنورماليتيز الرئيسيه، وتتعود العينيه كويس على الاي سي جي. وشكرا جزيلا، والى اللقاء مع كيس اخرى مع الاي كي جي ترينر باذن الله. شكرا جزيلا.